تم الانتهاء للتو من الاجتماع الخامس للجنة الشباب والرياضة، وكان المحور النقاش اليوم كله يدور حول إمكانية رفع الإيقاف، وتم استدعاء شخصيات لها باع في المجال الرياضي يحملون وجهات نظر مختلفة حول كيفية الإيقاف. كان فقط الهدف هو معرفة أكبر قدر من وجهات النظر حتى نشوف اللجنة تتبنى أي واحد فيهم. تم الاستماع لوجهات النظر الضيوف فيما يخص رفع الإيقاف. يجب أن يعلم الأخوة أن الآن في اللجنة هناك قانونين، هناك مشروع بقانون وهناك مقترح بقانون. اقتراح بقانون مقدم من أعضاء في مجلس الأمة أحيل لنا اليوم، وهناك مشروع بقانون من الحكومة، مشروع ضخم يعني فيه 72 مادة كما ترون، هذه ضخامته أحيل لنا اليوم. تم دعوة الحكومة في الجلسة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين القادم يوم 8 لمناقشة بند كما سيتم عرض الاقتراح بقانون مقدم من النواب على الحكومة لنرى وجهة نظرهم، خاصة أن أحد المقدمين هو عضو في اللجنة فيستطيع كذلك مناقشتهم فيه. اليوم بعد ما انتهينا من الاستماع لوجهات النظر وانصرف الضيوف، صار في تصويت في اللجنة في موضوع إرسال كتاب الآن من مجلس الأمة للجنة الأولمبية الدولية، لأن كتاب اللجنة الأولمبية الدولية يا أخوان اللي أرسل للحكومة في ثلاث نقاط، نقطة من هذه النقاط تختص بمجلس الأمة، أما النقطتين الأخريتين الخاصة في إعادة مجالس إدارات الأندية والخاصة بإلغاء القضايا المرفوعة على اللجنة الأولمبية الدولية وعلى اتحاد الدولي لكرة القدم، فهذا من اختصاص الحكومة الآن. وحسب ما فهمون الحكومة إلى الآن ما جانا هالكلام بشكل رسمي أن هناك عندهم توجه معين لحل حلت هالموضوعين. أما ما يخص موضوعنا، قرار اللجنة هو إرسال كتاب بالتصويت، تم هذا القرار، وهو أن نرسل كتاب للجنة الأولمبية الدولية يعني نبين فيه أن الآن إحنا مقدمين على تعديل وتشريع جديد نراعي فيه المواثيق الأولمبية، وأن إحنا الآن طرف جديد على الساحة وطرف جديد على هذه المعادلة، ولا يوجد عندنا أي سابق خلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي نود أن نعتبر كوسيط محايد الآن في هذه المسألة، وخاصة أن أحد المتطلبات منوط فينا إحنا وهو تعديل القوانين، ونطلب من خلال هذا الكتاب منحنا مهلة إلى أن ننتهي من تقديم هذا القانون. أثناء عملية إحالة القانون لقاعة عبد الله السالم قبل ذلك كذلك طلبنا في هذا الكتاب أن يكونوا موجودين معنا، وممثل لهم يكون موجود معنا ليضع هو كذلك المحاذير اللي تراها اللجنة الأولمبية الدولية. فإحنا حلنا نعتقد أن الوحيد هو إيجاد تشريعات، والتشريعات تحتاج إلى وقت. نحن الالتزام اللي موجود علينا هو من مجلس الأمة، ومجلس الأمة أعطانا شهرين للانتهاء من ذلك. نأمل أن يكون عذرنا اليوم كافي، وأن نأمل الآن من الآن إلى إرسال الكتاب أن تأتي لنا الحكومة بشيء مكتوب على النقطتين الأساسيتين اللي هما إعادة مجالس إدارات الأندية المنحلة بطريقة ما، لأن هناك اليوم تداولنا أكثر من طريقة، إما بإعادة تعيين إما بانتخاب، سنرى، وإن شاء الله يعني تنال هذه موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة المتقدم فيها يكون مجلس الأمة. هذا ما عندنا إلى اليوم، ننتظر بإذن الله إن شاء الله يوم الأحد حتى نحيل الكتاب بعد ترجمته وبعد وضع الكفرنج لتر، لازم يكون من مكتب الرئيس، هو الجهة في المجلس المنوط فيها مخاطبة الجهات الخارجية حسب ما استفسرنا من المستشارين القانوني. التصويت كان متعادل، أخوة اثنين في اللجنة عندهم وجهة نظر قانونية، خاصة أن أحدهم يملك خبرة قانونية في هذا المجال، والاثنين يعني استشاروا ويعني استقر رأيهم على أن احنا لا يجوز لنا الإرسال. كذلك وجهة النظر الأخرى أن تم السؤال كذلك عند
خاصة الأخ عبد الفتاح حسن وهو يعني من أكبر المستشارين القانونيين وأجاز ذلك. فإحنا الآن اللي نريده أن إحنا كلجنة الآن ما عملنا إلى الآن أي شيء، ما عملنا أي مساهمة سوى بدعوة الأخوة. الآن نريد أن يكون لنا مساهمة في هذا الموضوع، واستقر الرأي على 2-2 بغياب أحد الأعضاء، وبالتالي ترجح كفة الرئيس في التصويت. فراح نرسل وإن شاء الله يكون هذا الكتاب صيغة ويعني من لجنة لا يوجد لها سابق خلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية، إن شاء الله ينال الرضا وننال تمديد، خاصة أن التمديد طالبين في حضورهم ومساهمتهم في القانون الجديد. هذا أقصى ما يمكن أن نعمله كلجنة، إرسال هذا الكتاب. بعد ما يرسل هذا الكتاب وتأتي النتائج سواء بالإيجاب أو السلب، إحنا مكملين في طريق يعني إحداث ثورة قانونية ترفع من مستوى الرياضة، ونهتم بالداخل. نتمنى صادقين مخلصين، وهذه الاجتماعات 5 اجتماعات خلال ما أقل من أسبوع قاعد نحاول رفع الإيقاف. نتمنى أن يواكب هذه التشريعات مهلة، نحن لا نقول رفع إيقاف نهائي، احنا لا نتبنى وجهة نظر حكومية أن احنا مو مخالفين ولا شيء، لا، احنا الآن في وضع مخالف نعتقد، وهذا شيء مستقر في قناعة أعضاء اللجنة، لكن هي طريقة الحل هي اللي كان فيها شوية اختلاف. فهذا هو ما توصلنا إليه، وأن احنا نرفع كده. صحيح. من هم اللي تقصده؟ اسف، نعم احنا الحين نتمنى اللقاء مع الكل، بس لازم تعلم ان احنا عندنا اجراءات متبعه، واللي خاطبنا لجنه اولمبيه لم يخاطبنا الشيخ احمد الفهد، وانا هذا كان اقتراحي الشخصي، لا اعبر فيه عن راي اللجنه، ان انا مستعد، ولا اعتقد الاخوان يكون عندهم اعتراض، وان لهم اعتراض فهذا حقهم. يعني انا بشكل شخصي ودنا نحل الموضوع، احنا امام مشاركه منتخب، امام رفع علم بلد، لذلك اذا كانت تحل، وخاصه انا اللي قاعد اتفاهم معاه بامر خارج الاجراءات المتبعه، ويعني بالنهايه كويتي، يعني يفهم ما يحدث في الكويت ويفهم اثرها النفسي السلبي على الشارع الرياضي بعدم مشاركتنا. هذا كان يعني اقتراح من قبلي انا، وليس توجه للجنه، حتى يكون الامر واضح، اللجنه ما تمشي الا في اجراءات، اما تصرف شخصي هذا يعني نستأنس برأي الأخوان باللجنة، بس هو له يعبر عن رأي اللجنة، ولا يعني ملزم للجنة بأي قرار ينتج عن هذا الاجتماع لو حصل. المشكلة أن يعني المشكلة اللي عنده الوقت قصير جدا، اجتماعنا 8 آخر مهلة بعده ب3 أيام، الأخوان اللي ذكرتهم الشيوخ ما هم بالكويت، يحتاجون إلى نلتقي معاهم في مكان في يعني في بلد آخر، أحدهم مناصب الدولية تلزمه بالبقاء برا، والثاني الله يشافي ويقومه بالسلامة الشيخ طلال في رحلة علاج يعني، والوقت ضاكنة. ولكن هذا قد يحدث في مكالمة هاتفية، قد يحدث بأي طريقة من طرق التواصل، ولكن احنا نحب قبل أن نجري هذا كذلك من باب التعاون ما بيننا وما بين أعضاء اللجنة أن نلاقي سبورت من اللجنة في هذا الاتجاه، يعني حاولوا. وإن كنا لما نتكلم عن الكتب الرسمية، الكتب الرسمية واضحة، واضح المطلبات، واضحة تخص من، وهذا اللي احنا قاعد نحاول نشتغل عليه. أما الشغل خارج اللجنة يعني هذا أمر مختلف جدا. نعم. اليوم لم تحضر الحكومة، إنما اللي حضر الدكتور محمد الفيلي. ومحمد الفيلي الآن عنده صفتين، خبير قانوني مستقل، وبنفس الوقت هو مستشار للحكومة في هذا الشأن. حسب ما فهمنا أن موضوع رفع القضايا هو موضوع تفاوضي، بمعنى أن أنت تستطيع تجميد القضايا أو حتى إلغائها لو رأيت أن الطرف الآخر قاعد يعطيك يعني
بالتساوي مهلة أو رفع مهلة، ممكن تجميد هذه القضايا لأن السبب هو الإيقاف. فإذا أعطينا مهلة ما ولا لا يعتقدون أن هناك بأس من تجميد القضايا أو إلغائها. هذا ما فهمناه اليوم وما فهمناه بالاجتماع مع الحكومة، أن هذا قابل لأن يحل. موضوع إعادة مجالس الإدارات الأندية في رؤيتين طرحتها، إما بإعادة تعيين من تم حله، ولكن هذه المرة حتى ما يصير تعيينه، تعيين تعرف مخالف، يعني هو بالنهاية اللجنة الأولمبية ما تبي التعيين حسب كتابها، هي لم تطالب باسم، هي قالت المجالس المنحلة. فيمكن يكون هناك حل إجرائي بأن يعاد التعيين مع أخذ موافقة الجمعيات العمومية، والجمعيات العمومية تعين لجان انتقالية بهذه الطريقة. وإلا الحل الآخر وهو الانتخابات، انتخابات مبكرة لجميع الأندية، وبالتالي تنتخب اتحاد جديد ولجنة أولمبية جديدة. هذا البروسيس يطول وهذاك أسرع. الآن يعني المهم أن احنا ما وصلنا إلى نقطة تصادم حقيقية إلى الآن، بس الوقت ضيق، ونأمل أن اللجنة الأولمبية الآن تعطينا بس براح شوية وقت. والآن مطلوب من الحكومة ترسل كتاب بهالسؤالين اللي أنت، لأنه هو المنوط بهم الإجابة عليه. احنا نقول لك ما استشفينا منهم، لكن أنا ما أستطيع أن أرسل كتاب بهذا المعنى، خاصة الإجراء بيد الحكومة.